السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكبر صوت الكاميرا. أهنئكم إن شاء الله على هذه الوجوه النيرة وعلى هذه الهمم العالية. أهنئكم أيها يعني الشباب المغربي الأصيل. فكما تفضل السيد الفاضل، الربط الروحي والديني والجسدي موجود بين يعني بين المشرق والمغرب، والحمد لله، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. أحبتي، أنقل إليكم قبل كل شيء سلامات وتحيات ومحبة وأشواق كل من أعرفه في مدينة القدس، وأنا بنت القدس، يعني أنا مزيودة في حي المغاربة، فلنا أصدقاء كثر، وكلهم يعلمون، أكثرهم يعلموا بأنني قادمة إليكم، فهم أرسلوا معي تحيات وأشواق ومحبة، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون اللقاء بينكم قريبا بأمر الله سبحانه وتعالى. إن اللقاء بين المشرق والمغرب قادم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو سيكون يعني مجرد تواصل لم ينقطع، وإن توقف في مراحل عدة، ولكن سيكون إن شاء الله المستقبل والغد واعد لنا جميعا، لنا ولكم، وسيعود الالتقاء بأمر الله كما ذكر الأخ، كما كانت القوافل والمغاربة يأتون إلى فلسطين بعد أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، ستأتون أنتم إن شاء الله فاتحين، مجاهدين، محررين بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك على الله بعزيز. أحبتي، أهم ما يدور الآن على أرض الواقع، إحنا بدنا نختصر يعني تعطلنا عليكم بزاف، ولكن غادي ندوي دابا بما يدور على أرض الواقع في القدس في حي المغاربة. أول ما بدأ الاحتلال الإسرائيلي الثاني، وها نحن نعيش في هذه الأيام أيام ذكرى النكبة الأولى، نكبة 48، بعد أيام في 15 أيار تكون ذكرى النكبة، نكبة فلسطين الكبرى، نكبة العالم العربي والإسلامي، كيف انسلخ هذا الجزء الغالي من العالم العربي والإسلامي عن وطنه الأم، الوطن العربي. 48 نكبة، وفي 67 هناك نكسة أطلق عليها زعماء العرب نكسة، وها هم ما زالوا يتآمرون على البقية الباقية، على ما تبقى من فلسطين. المهم إنه نحن بعد حرب 67، بس للعلم فقط حتى نذكر بالتاريخ، لأن من لا يذكر تاريخه لن يذكر حاضر ولن يذكر مستقبل. عندما هرب هؤلاء الصهاينة اليهود، كانوا يهود، من إسبانيا، من حضنهم؟ المغرب. المغرب حضنهم، لأن هذه هي أخلاق المغاربة، الكرم، الوفاء، المحبة، استقبلوهم بمحبة وأعطوهم الأمن والأمان على أموالهم وأرواحهم. فبعد حرب 67، أول شيء قام به هؤلاء الصهاينة بأنهم هدموا حي المغاربة، صفعوا المغاربة على وجوههم، وهذه طبيعتهم، الغدر والخيانة. هدموا حي المغاربة، حي كامل كما تفضل الأخ وقال، حي تعرفون كم عمره؟ أكثر من 900 عام، من العهد المملوكي، وفيه حق تاريخي وحق ديني وحق اجتماعي، لأن هؤلاء يعيشون في بشر، في ناس في هذا الحي. أول عمل قاموا به، عمل إجرامي، هو هدم الحي، وهدم الحي على رؤوس أصحابه، وأنا لا أبالغ ولا أجيب من عندي حديث، ماشي من عندي هذا المقول، هم في أرشيفهم السياسي أعلنوا بعد مرور 30 عام على احتلال القدس بأن الضابط الذي تولى أمر هدم الحي قال: نحن عندما أزلنا الركام الحي وجدنا جثث لعدد من الأشخاص، وهذا موجود في صحفهم العبرية، فهذا اعترافهم بأنهم هدموا حي المغاربة، حيكم أيها المغاربة، هدموه على رؤوس أصحابهم، فهم لا ذمة لهم ولا عهد ولا أخلاق. المأساة الثانية، وهو طبعاً بعدما هدم الحي، شتت
العائلات تشتتت، بعض منهم حضر إلى المغرب وما زالوا باقين إلى الآن، هم يعيشون في المغرب الحمد لله بأمان وسلام، وبعض منهم نزح إلى الأراضي السعودية، وبعض منهم إلى أمريكا وإلى كندا وإلى أستراليا. المهم الحي الذي كان يعج بالحياة وينقل التراث من جيل إلى جيل إلى جيل شتتوا. بقت لنا واحد الزاوية، ركن صغير من حي المغاربة هو زاوية المغاربة، والحمد لله ما زالت قائمة، وأنا واحدة من الذين يسكنون فيها. فيها 10 عائلات بحدود تقريباً 35 أو 40 نفر، لأنه في عائلات عندهم أولاد، ونحن لا نبعد الآن عن باب الأقصى، عن باب المغاربة الموجود في سور الأقصى سوى أمطار معدودة. نحن الأثر المغربي الحضاري والتاريخي الذين بقينا في تلك الساحة، ويحيط بنا كنس، وتحيط بنا قلاع، وتحيط بنا كاميرات تصوير من كل الجوانب، وكأنهم وضعونا تحت المجهر حراسة مشددة على هؤلاء المغاربة، لأن طبيعة اليهود لا ينسوا من وقف ضدهم، بينما نحن ننسى ونعفو ونصفح، أما هم فمن طبعهم أن لا ينسوا، فهم حاقدين، حاقد في أعماقهم حقد أسود على المغاربة، لأن صلاح الدين رحمه الله وصفهم بأنهم المجاهدين الشجعان أصحاب الثغور. إن وضع الأقصى أمانة، وضع الأقصى أمانة في أعناق أجدادكم، وها نحن نضعه أمانة في أعناقكم أنتم الآن. الأقصى الآن أمانة في أعناق كل مغربي ومغربية. يجب أن يفكر كل مغربي رجل وامرأة مسؤول أو غير مسؤول في استعادة هذا الوقف التاريخي الديني الاجتماعي. نعم، هذا قصتنا مع الاحتلال بعد 67. بقينا إحنا في الزاوية. أنا من الذين تشردوا في 67 وجيت إلى المغرب هون أنا وزوجي، ولكني بعد حادث وفاة زوجي عدت في عام 75 إلى مسقط رأسي اللي هو القدس. لم أستطيع البقاء لوحدي هون، فرجعت أنا وولداتي على عند الوالدة وعند أخوتي حتى أكمل مسيرة الحياة. فنحن من الذين يتعرضون صباحاً ومساءً لمضايقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لن يفكر أحد بمغادرة القدس. لن إنها قضية بقاء، إنها قضية عقيدة، إنها قضية أرض، إنها قضية انتماء. نحن أصحاب تاريخ مشرق، يعني يجب أن تعتزوا أنتم أيها الشباب الواعد إن شاء الله، الواعد الصادق بأجدادكم الذين حملوا رسالة الجهاد وحملوا رسالة الفتح الإسلامي مع صلاح الدين الأيوبي، فأنتم تمثلون أولئك الأجداد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا إن شاء الله خير خلف لخير سلف إن شاء الله، يعني النصر معقود على جباه الشباب إن شاء الله. ورسولنا قال صلى الله عليه وسلم إنما نصرت بالشباب، فإن شاء الله دائماً نحن مستبشرين بالهمم العالية. ولكن أنا عودت لسي عبد اللطيف قلت له إنه دابا ولا عهد الهدرة، ما بقاش الوقت ديال الهدرة، صافي خسنا دابا. ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. دابا كل منكم يدير برنامج لراسه، يقول لك كيفاش أنا غادي نخدم الأقصى، كيفاش غادي نخدم القدس، كيفاش غادي نخدم القضية الفلسطينية. بحال ما تفضل السيد بأنه القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمغاربة قضية حيوية وأولية. إذن يجب أن نضع كل واحد يضع السؤال هذا أمام نفسه، وهو يدير برنامج لنفسه يشوف كيفاش غادي يتعامل مع هذه القضية. لأنه يا إخوتي ويا أحبتي ويا أبنائي، أقسم بالله أن الصهاينة يخدموا على تهويد القدس ليلاً نهاراً، في خلال 24 ساعة يخدموا،
ما كيتعبوش ما كيعيوش، وناس منظمين. يجب أن نعترف بحقيقة هذا العدو بأنه منظم، عنده خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، وكلها تطبق، كل بمرحلته، كل بمرحلته يتطبق، ونحن ما زلنا في سبات عميق نتخبط إلا من رحم ربي. فأنتم إذا باخذكم تعرفوا الطريق إن شاء الله إن شاء الله. فالقدس الحمد لله رب العالمين بالقلة اللي موجودة فيها، المغاربة دابا ما بقيناش بزاف، ولكننا نحن مسلمين في اللون، نحن مسلمين عرب موجودين في القدس، والحمد لله الحمد لله. يعني القلة دائما يكون فيها الخير، وإن شاء الله القلة الموجودة تما تمثلكم أنتم الكثرة، فأنتم إن شاء الله ستكونون، يعني ستكونوا أنتم منابع، منابع الرفادة، ترفدوا هؤلاء اللي موجودين في تلك المنطقة. القضية الثانية قضية الوقفية المغربية. الأوقاف المغربية موجودة في فلسطين لا تقتصر على مدينة القدس فقط، هناك أراضي بمئات الدنومات، ويمكن في بعض المواقع ألوف الدنومات. هذا وقف مغربي ذري من عهد الأيوبي من صلاح الدين إلى المغاربة، طبعا بعد حرب 48 و67 استولت الحكومة الإسرائيلية على هذا الوقف. فلماذا لا نطالب نحن باسترداد وقفنا؟ يجب أن يكون هناك محامين مغاربة من رأس الهرم من السلطة إلى القاعدة، إن نطالب بأوقافنا، لأنه كل من يملك شبر بفلسطين الآن، وخاصة أقصد الكنائس المسيحية، تجد وراءهم دولة تحميهم وتحمي أملاكهم. ونحن إن شاء الله من هذا الموقع المبارك نطالب بأن يدرج هذا الموضوع على أهميته، بأنه يكون لنا من يطالب بأوقاف المغاربة في فلسطين، ويعتبر هذا ملف يعني يستحق الاهتمام، يستحق الاهتمام. وهذه الأوقاف الأراضي أخذناها إحنا مشي منا من أحد، حرروها أجدادنا بدمهم الطاهر، فيجب أن تعود لأصحابها الشرعيين، حتى يكون الوقف المغربي لكل الأجيال إن شاء الله القادمة، ويكون لكم أنتم أيضاً موقع قدم في فلسطين الحرة العربية الكريمة المسلمة إن شاء الله. الشيء الثالث اللي بغيت ندوي فيه هو الوضع السيء الاقتصادي والاجتماعي لأهل مدينة القدس. في القدس لا يوجد حرب دبابة ومدفعية وطائرة أباتشي تقصف كما تقصف بغزة. القدس الحرب الموجودة فيها حرب تجويع، حرب تركيع، حرب ترحيل، ترانسفير تقول، اللي أنت تترك هدومك وتمشي من الغلاء ومن قلة العمل. فهدول يعني يحاربوا الناس في مدينة القدس بطرق ماكرة، ضرائب عالية جدا، أجرات غالية جدا، يعني ما تعرفش كيفاش تبقي في القدس. فهذا بحاجة، هذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي السيء، إلى أن تدار هناك علاقات وحلقات بين الناس، لا نعتمد على العلاقات الرسمية والحكومية، يجب أن يكون هناك تكافل اجتماعي إن شاء الله بين الشعوب، لكي ترفدوا إخوانكم إن شاء الله في مدينة القدس. كل يبحث عن طريقته، كل يبحث عن طريقته، لأنه الحركات الصهيونية تعتمد على الجمعيات وتعتمد على الأفراد في كل العالم، في كل العالم يخدموا قضية اسمها قضية إسرائيل، يخدموا شعبهم وهم يعرفوا بأنهم على باطل ويخدمون هذا الباطل، ونحن على حق، ونحن نيام إلا من رحم ربي. فلذلك يا أحبتي، أنتم يا من ستحملون الرسالة، أنتم أصحاب رسالة الآن، كل في موقعه صاحب رسالة،
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبله، لا تكن أنت الباب الذي يدخله المحتل من قبله. كن قوياً، أنتم شوفوا إيش اللي إيش كديروا، إيش تستطيعوا، ما تقولوش إنه إحنا إيش غادي ندير، إيش غادي ندير، وإحنا إيش طالع بإيدنا ندير، وإحنا هنا في المغرب وهم هناك في الشرق. كاين ما يدار إلى جلس كل واحد مع راسه والذاكر، الله مع الجماعة، وشوفوا إيش يمكنكم تديروا، غادي يدار. لأنه الجمعيات الصهيونية اللي كتشتري دابا كيشتروا في القدس، تيقولوا لبعضهم ادفعوا مليارات ثمن العقار في مدينة القدس، المهم خرجوا عائلة، خرجوهم ما يبقاوش، وما كيبخلوش على بعضياتهم بالفلوس. الفلوس اللي كتجمع لليهود كتمشي عشان تتصب في تهويد القدس وفي شراء عقارات القدس وفي شراء مؤسسات القدس، باش ما يبقاش للعرب ولا المسلمين حجم كبير في مدينة القدس. فيجب أن نفكر إحنا كمان، يجب أن نفكر يا إخوة، يجب أن دائما نستعمل عقولنا، لا نعتمد على إن لا نعتمد يعني لا نعتمد على أنه حد الناس تيجي تطيب وتطعمينا، خصنا إحنا نباشر بالعمل كل حسب استطاعته وكل حسب موقعه، حتى ما نكون معجزين، وحتى ما نترك للتاريخ يشهد علينا بأنه إحنا في هذه المرحلة ساهمنا بالصمت على تهويد القدس. خاصنا نرفع الصوت عالي بأنه القدس تهودت. ودابا هذه الأيام، وأنتم كتشوفوا الإعلام دابا، إحنا في عصر العولمة والعالم قرية صغيرة، وكل ما يحدث في فلسطين الفضائيات تنقله لكم مباشرة. قبل أيام اعتدوا على مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ولولا أنه دخل عباس حتى لا يسود وجهه أمام الشعب خرجوا له إياه من السجن. وقبل الشيخ محمد حسين هناك آلاف الشباب في السجون، هناك آلاف الشباب في السجون المعتقلين، هناك عندنا نساء فلسطينيات في السجون، هناك عندنا أطفال لا يتجاوز عمر الطفل من 10 سنوات ل15 عام، 420 طفل. لماذا يبقونها تحت في السجون؟ ليش؟ إيش جريمتهم؟ جريمة الطفل بيطلع يعني بدافع عن نفسه أو بدافع عن أمه أو بدافع عن أبوه إذا أسير، فيزج به بالسجن. فيجب أنه نفكر، يجب أن نفكر ونستعمل عقولنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا فيكم دائما وأبدا، وأنتم إن شاء الله يعني أصحاب قضية وأصحاب همة عالية. وهذا ما عندي، ومرحبا بكم في القدس. أول شيء المعاناة الاجتماعية، خاصك تعرفي بأنه الاحتلال الصهيوني دابا هذه 10 سنوات وهو طيطالب الناس اللي ما عنديش الهوية ديال اللي عنده البطاقة الإسرائيلية الزرقاء، خاصه يكون متواجد في داخل القدس، يعني إلى خرج بريت القدس مثل الضواحي ديال القدس كيفقد حق الإقامة والمواطنة في مدينة القدس. الناس اللي كانت بانية قبل هذا القرار هي خارجة على القدس بشي 10 كيلومترات ولا 20 كيلومتر، اضطروا اضطراراً مكرهين حتى يبقوا قابطين ديك الكارنة ديالهم وفيها الحقوق ديال التطبيب وحقوق الدراسة وكامل الحقوق، اضطروا باش يخلوا البيوت ديالهم اللي عنده شوي بيت في 10 الغرف ولا 5 الغرف كيسكن الآن مع 4 ولا 5 أبناء أو 10 أبناء بغرفة ومطبخ وحمام. هذه أكبر معاناة كيعانوها المقدسيين. أنت شكون اللي كيقدر بهذا الزمان يعيش عائلة كاملة بغرفة؟ وهذه لها مخاطر، إحنا اكتشفنا وشفنا إنه هذه كتقود لمشاكل كتير اجتماعية في الأسرة. هذا واحد الجانب. الجانب الآخر، قد يكون رب هذه الأسرة معتقل، هاي كمان هم آخر، على مين غادي يجي؟ على المرأة. هذه المرأة قد تكون غير متعلمة، فهي لا تستطيع الخدمة إلا بالخدمات اللي يعني
اللي ما كيخدموهاش الإسرائيليين، كتمشي تسيق تنظف تدير شي حاجة في عندهم. هاي تعرضت للدل، تعرضت للإهانة، وتقبل بهذا الشيء علاش؟ عشان خصها تربي دوك الأولاد. كاينين المساعدات، ما ننكرش، خصنا نقول الحقيقة. الله تقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هناك مخصصات للعائلات بسيطة، لا تفي، لا تفلي، لا تكفي بأن تفتح بيت، يعني ما تقدرش الميزانية اللي كي يعطوهم إياها ما تفتحش بيت. أنت تعرفي أنه قلة الفلوس بين يدين المرأة، إيش غادي يدير؟ الولد الأول اللي عمره 12 ولا 13 عام غادي يترك المدرسة ويمشي يخدم باش يجيب شي فلوس تكمل النفقة على الأسرة. وهانت شوفي إيش حال من يعني حالة تعرضت لها الأسرة من عدة اتجاهات. هذا الواقع، مش ماشي لأسرة، لأسر في مقيمة في القدس، منهم المغاربة، منهم الهنود، منهم المقدسيين، كل شيء كيف كيف. ولكن الحمد لله يعني الصبر موجود، الصبر موجود، وهم مرابطين إن شاء الله. المضايقات يا أختي كثيرة كثيرة، المضايقات كيف يعني إحنا كعيالات من اللي كان يمشوا للصلاة ما عندنا مشكلة، المشكلة في الرجال من اللي تيكون شي صراع أو شي حادث يمنع الرجال من سن يعني إلا فوق 50 الشيباني يدخل، راجل شاب بحالهم ما يزيدش على الصلاة. هلأ الآن ما يجري حاليا هناك مصاطب سميت مصاطب العلم، هذه المصاطب استحدثتها الله يبارك فيهم الكتلة الإسلامية في أرض 48 جماعة الشيخ رائد صلاح، استحدثوا مواضيع أسموها مصاطب العلم في داخل الأقصى حتى لا يفرغ الأقصى من أهله. فهؤلاء النسوة أصبحوا يتعرضوا الآن للمضايقات ولسحب الهوية. إلى أنت كنت كتجي من المرابطات، أطلقوا عليهم اسم المرابطين والمرابطات، يحضروا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 بعد صلاة الظهر في هذه الفترة اللي كيكون فيها مستوطنين في داخل الأقصى. هذا الوجود ضر اليهود، ما بغاوش هذا الناس يبقوا، فولوا هدول العيالات يتعرضوا للسؤال وللمصادرة الهوية ديالهم أو حتى لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. يعني المضايقات الدينية موجودة موجودة، ولكن مش على العيالات، دائما على الرجال، وخاصة على السن الصغير من الرجال. أما كيف الحياة، طبيعة الحياة أخواتي في القدس، يعني أنا ببشركم إنه الناس في القدس والحمد لله رب العالمين كيعيشوا حياة يعني بحال اللي قال السيد، إما أن نكون أو لا نكون، فنحن قررنا أن نكون بالرغم من كل المضايقات. الناس موجودة وكتشتغل وكتعيش وكتتزوج وكتولد، والناس الحمد لله رب العالمين همتهم، الهمة اللي داخل قلوبهم همة عالية. دابا صافي أخواتي، ما بقاش الناس تتفكر بالهجرة، تواحد ما كيشوف دابا حال الفلسطينيين اللي دابا اطرالهم بسوريا، وأنتوا كتشوفوا وكتسمعوا بعد 60 عام أو 64 عام، دابا هذا إحنا قريب غادي نحتفلوا بمرور 65 عام، ماشي نحتفلوا نبكوا على 48، وهدولي من اللي جلسوا بالشام وداروا بلاصتهم وداروا محلهم ها هم مشردين في لبنان وفي كل الدول العربية. وصافي ما بقاش الواحد يخوي بلاصته بفلسطين، ما كينش المقدسي أو الفلسطيني اللي يفكر بأنه يخرج من البلاد. دابا حتى لو ناضت حرب غادي نموتوا تحت الأنقاض وما نخرجوش. لن تكون هجرة، لن تكون هجرة ثالثة، لن تكون أبدا. 48 67 هلأ ما كاينش هجرة جديدة، البقاء يعني متجذر حتى بأجيالنا الجديدة، حتى بأبنائنا الصغار ما يخرجوش، الحمد لله رب العالمين. فكونوا مهنيين، ولكن اللي ينقصنا إحنا في القدس وينقص العالم العربي والإسلامي هو البرمجة، هو التطبيق، هو العمل. يعني إحنا ناس ناعسين، إحنا ناس
يعني سبحان الله العلي العظيم، ايش غادي نقول؟ يعني اعدائنا كي يستخدموا في ال 24 ساعه 24 ساعه اخرى كيخدموا هاكك المراه والراجل والدري كلهم كيخدموا من اجل خدمه الحركه الصهيونيه وتدمير الاسلام والمسلمين. واحنا الى درنا شي ندوه في العام كنطبلوا ونزمروا ونغوتوا ونقولوا احنا درنا، لا ما يكفيش، لا انتم ولا احنا ولا العالم العربي والاسلامي، كلنا غير مبرئين، ولا يعني ما في تعليل ولا في تبرير للتقصير ديالنا بحق فلسطين وبحق القدس وبحق الاقصى. وما تعولوش على الانظمه، ما تعولوا على النظام العربي الرسمي، لا يعول عليه. والربيع العربي ما زال هذا خريف عربي، ما زال ما لم يصل الى مستوى الربيع العربي، لانه الصهيونيه العالميه لن تترك الربيع العربي يزدهر، بالعكس. انتم كتشوفوا الاخت اللي سالت، الاخ اللي سال عن علاقتنا في دكتور مرسي وفي مصر، القدس ما لها علاقه، السلطه الوطنيه الفلسطينيه هي اللي كدير العلاقه، وخاصه قطاع غزه هو القطاع المباشر الحدود الاساسيه مع مصر، قطاع غزه. احنا في القدس ما عندنا اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد، احنا في حالنا وهم في حالهم حتى يخلصوا راسهم بعد من المشاكل اللي عندهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يثبت أقدام الناس الصالحة في كل المواقع. الناس بحاجة إلى قيادات مؤمنة، وليس إلى إسلام سياسي، إلى إسلام حقيقي حقيقي. التطبيق هو المهم في الإسلام، والشعارات ما كدير والو، وهذا 60 عام ولا 70 عام والناس غير كتدوي، ولكن ما دار والو. هلا العمل 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 هو الاساس. وبالنسبه للاخت اللي سالت عن المخدرات والفساد والافساد، 800 فضائيه في العالم العربي والاسلامي تمولها الحركه الصهيونيه بلغه عربيه او بلغات مختلفه للفئات والاحزاب الموجوده بالعالم العربي والاسلامي لطمس الهوية الإسلامية أو لغسل دماغ الشاب المسلم والشابة المسلمة، كيخدموا ليل ونهار حتى يعني يعملوا جيل ممسوخ لا ينتمي إلى الإسلام إلا بالاسم. لذلك الخطر عندنا في القدس شديد جدا، وعندنا فئة انحرفت، وفي عندنا فئة تعالج هذا الانحراف. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يقوي الفئة المؤمنة الثابتة القوية على ديك الفئة الضعيفة. في كل مجتمع إلا الثورات تفرز جماعة تخدم الاستعمار دائما، كاينين الخونة، كاينين اللي كيبيعوا البلاد، كاينين اللي كيمشوا يديروا كل المنكرات، كيحاربوا المسلم في دينه في بيته في عقيدته. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى مقابل هذه الفئة الضالة أن تكون هناك فئة مؤمنة ثابتة تعالج هذا الخلل، تعالج إن شاء الله هذا الخلل بالتعاون مع بعضياتنا إن شاء الله، بعمل البرامج المفيدة، بالتكافل الاجتماعي اللي كان يفقده في كل الدول العربية والإسلامية. ما كانش تكافل اجتماعي، عندنا نساء شهداء أزواجهم شهداء لا يجدوا طريف للخبز، وكاينين الناس اللي عندهم طائرات كيمشوا بالطائرة من بلاصة لأخرى. وهذا الشيء موجود، بعد كل حرب كتخرج طبقة كتسمى الطبقة البرجوازية التي تغنى تثري تعمل ثروتها على دماء الشهداء وعلى دماء الضعفاء، فهذا في كل بلاصة موجودة. احنا بغينا ننقوا ذاك الخبث إن شاء الله من 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 فلسطين ومن القدس بالذات إن شاء الله إن شاء الله. كاين الخير، الخطأ موجود والخير موجود، وإن شاء الله ربنا ياخذ بيدنا للإصلاح. هو كاين يهود، هذول اليهود اللي موجودين الآن في لندن، مجموعة اسمها ناتوري كارتر، هذول لا يؤمنون بالصهيونية، فئة قليلة موجودة إلها مركز في لندن، وفي منهم فئة عايشين عندنا في القدس، هذول لا يؤمنوا بالصهيونية، ويعتبروا أنه ما يحصل الآن هو تدمير لدولة إسرائيل. كلما اعتدت الصهاينة على المسجد الأقصى
أو اعتدت على المسلمين في فلسطين، هؤلاء الناس كيعتبروا بأنه هذه نهايتهم. في منهم، ولكن هدول ما كيديروا والو، يعني ما عندهم ما يديروا. هذا الرأي ديالهم كيطرحوه للناس، ولكنهم لا يمكن أن يغيروا بسياسة الصهاينة شيء، لا يمكن، ما إلهم دور سياسي، ما إلهم. المغاربة اللي في فلسطين، اليهود اللي جاءوا من المغرب وعاشوا دابا عنا بفلسطين، إحنا كنعتبرهم ما بقوش يهود، كنا كنحترمهم في المغرب كديانة يهودية، ولكن أنت من اللي تيجي لفلسطين وتقتل المسلم، تقتل المسلم وتقول أنا يهودي مغربي وعندي الحق باش نرجع للمغرب؟ لا، أنت وليت صهيوني، أنت خرجت من من من, من دائرة، أنت ما بقتش يهودي. خاصة هذا الشيء يعرفوه المغاربة، هنا المغاربة، الناس على مستوى المسؤولين خاصهم يتيقنوا، يعني يصحوا لهذا الخطأ. هذا خطأ كبير، بأنك أنت تتمتع عنا بالبلاد تمة تقتل وتضرب وترجع للمغرب تشتري البيوت وتشتري الديور وتقول أنا يهودي مغربي؟ ما يمكنش. خاصنا نفرقوا بين اليهودي اللي الصهيوني وبين اليهودي اللي بقى قابض دينه وبقى جالس في البلاد العربية. كاينين مغاربة هنا، خليهم يهود يهود، ما عندنا مشكلة. المسلمين من جاء الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يحارب ذمي، لا يحارب. رسولنا قال أنا غريم أي إنسان يعتدي على ذمي. اليهودي والنصراني اللي كيحترم دينه وكيعيش بأمان مع المسلمين، إحنا ما كنعتدوش عليه أبدا أبدا أبدا، كيعيش مرفه مع راسه عنا تحت ظل الإسلام، تحت ظل دولة الإسلام، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، لا يكونوا أسيادنا، ما يكونوا أسيادنا. عمر اليهودي والنصراني ما يكون سيد للمسلم. لما كان الإسلام عزيز وقوي كان النصراني واليهودي يدفع الجزية للمسلم، أما الآن والعياذ بالله تحولنا إلى عبيد، ولكن إحنا كنرفض هذا الدل، هذا مرفوض، مرفوض في كل العالم العربي والإسلامي. لا نقبل أن يعني ندفع الدنية في ديننا، لا، إن شاء الله. أنتوا الشباب، أنتوا الشباب، أنتوا رمز الأمة، أنتوا الوقود تبع إن شاء الله استعادة الأوطان المسلوبة واستعادة الكرامة العربية والإسلامية. المسلم عزيز قوي، ربنا وصفنا بالعزة، وصفنا بالعزة، قال إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكيف نكون عبيد؟ نرفض العبودية إحنا بأي شكل من الأشكال. والحمد لله رب العالمين، يعني هذه جولات ولكل جواد كبوة. دابا غادي يجي الدور لنا باش ننهضوا، يعني وعدنا الله سبحانه وتعالى بالعز وبالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والنصر قادم يعني لا محالة. يعني إحنا في فلسطين تحت السكين وكنشوف النصر بعيوننا، والحمد لله رب العالمين. فكونوا على ثقة، عندما تأتون إن شاء الله فاتحين، إن شاء الله ستجدون إخوانكم في استقبالكم إن شاء الله.